طيب نروح ليه دكتور ضياء الدين كامل. دكتور اولا مساء الخير على حضرتك. مساء النور استاذ احمد، وازاي حضرتك؟ ومساء الخير لمشاهدينا الكرام. اول لقاء لينا في بدايه العام الجديد، ولكن خلينا النهارده وزير الصحه البريطاني بيحذر من المستشفيات، خلاص بقت الطاقه القصوى، بيحذروا من انهيار الوضع الصحي في بريطانيا. اعني هذا الكلام، هل ده حصل بالظبط؟ بالضبط، في أماكن في بريطانيا هنا وخاصة الجنوب الشرقي الحالات زادت زيادة عن اللزوم جدا، وحصل تكدس في المستشفيات وخاصة في الرعاية المركزة. طبعا مع تزايد الحالات بشدة جدا حصل في تكدس، وفي نفس الوقت زي ما حكينا قبل كده في نسبة كبيرة من الناس اللي هم أجازة، وفي نسبة من العاملين أيضا تأثروا بفيروس كورونا. ففي 10% من العاملين في المستشفيات اللي هو الكوادر الطبية، الممرضين والدكاترة، 10% عندهم مثلا إصابات، فدي قللت برضو عدد الناس اللي هي موجودة في المستشفيات، فعملت ضغط جامد جدا غير متوقع في الفترة دي للأسف. ففي هي يعني في أماكن خاصة الجنوب الشرقي في بريطانيا فعلا حصل ويعلن عنها أن هي يعني حاجة أزمة كبيرة في المستشفيات حصلت الآن. طبعا الأزمة غير متوقعة، لأن الطفرة اللي حصلت في فيروس كورونا خاصة في بريطانيا زودت عدد الحالات جدا أستاذ أحمد، وخاصة عند الشباب. وفي نفس الوقت يعني الشباب دول نقلوا المرض لأهاليهم في أعياد الميلاد، وطبعا زادت الحالات، والناس اللي بتتأثر هي الناس الكبيرة زي ما قلنا. بس الطفرة حصلت إن هي الفيروس بقى أكتر 50% معدي للناس، وفي نفس الوقت بقى يعدي الشباب والكبار على حد سواء، فده خلى الحالات بتزيد جدا بطريقة كبيرة جدا. ايه الفارق ما بين بريطانيا ودول زي مثلا اليابان؟ النهارده اكتشفت ايضا طفرات جديده عندها، ايه الفارق ما بين، ولا دول حاجه واحده، ولا كل دوله عندها تحور مختلف؟ هو في حقيقة الأمر الفيروس ده أصلا بيتحور كتير، يعني ده نوع من الـ RNA فيروس فبيتحور كتير. طبعا الدراسات أو الطفرة الإنجليزية المفروض إن هي حصلت في سبتمبر اللي فات في 2020، دي هم اكتشفوها في سبتمبر ونسوها، وبعدين اكتشفوها تاني لما زادت الحالات جدا في أول ديسمبر اللي فات. الفيروس بيحصل طفرات في كل مكان، في عندنا طفرة حصلت في جنوب أفريقيا مقلقة جدا، في طفرة حصلت في أمريكا برضو الأسبوع دوت، في طفرة حصلت زي ما حضرتك بتقول في اليابان، ففي عدة طفرات في الفيروس، في ممكن طفرات في بلاد كتيرة ما اكتشفتش، ولكن الطفرات اللي اكتشفت حتى الآن اللي هي الطفرات اللي حصلت في بريطانيا، في جنوب أفريقيا، في أمريكا، في اليابان، بس في طفرات كتيرة قوي احنا مش عارفين عنها لأن ما حصلش دراسة كاملة لكل الحالات في العالم كله. فبس للأسف الطفرات الموجودة حتى الآن هي زودت قدرة الفيروس إن هو ينتشر، بس ما زودتش حدة الفيروس، حدة المرض نفسه. حدة المرض يعني يكون واحدة، زودت قدرة الفيروس إن هو ينتشر، وخاصة يعني ما عملتش فرق بالسن. يعني زمان كنا نقول الناس الكبار وخاصة الرجالة الكبار أكثر عرضة، دلوقتي الصغيرين والكبار على حد سواء، يمكن الرجالة أكتر شوية في الطفرة الإنجليزية، ولكن يعني المشكلة أن هو بيعدي كل الناس وخاصة الشباب. بالنسبة للطفرة بتاع جنوب أفريقيا مقلقة شوية، لأن معظم الطفرات حتى الآن اللقاحات ممكن تتغلب عليها، وخاصة اللقاحات اللي هي التكنولوجيا الحديثة زي فايزر بايونتك وموديرنا. ولكن الطفرة بتاعت جنوب أفريقيا في كلام إن ممكن غيرت شكل البروتين، اللي هو الطفرة بتحصل في البروتين الشوكي الخارجي للفيروس اللي هو السبايك بروتين، فغيرت شكله إلى حد كبير. بس الكلام ده كله لم يثبت حتى الآن، إن ممكن بعض اللقاحات زي أسترازينيكا مثلا ممكن ما تأثرش عليها، ولكن الكلام ده لغاية دلوقتي أسترازينيكا بتقول إن فعلا اللقاح بتاعها مؤثر وهيحتوي. دي مشكله كبيره قوي لبريطانيا، لان بريطانيا تعاقدت على 100 مليون جرعه من استرازينيكا، ولكن لقاح فايزر لسه مؤثر بالنسبه لكل معظم الطفرات حتى الان. طبعا احنا نامل ان موضوع اللقاحات يا استاذ احمد ان هو يتم على نطاق واسع وفي معظم الدول في وقت واحد، وده ليه سبب مهم جدا علمي، ان الفيروس ممكن لو اتحط تحت ضغط
يحصل فيه طفرات اكثر، والطفرات لما تكون كتيره بتكون طفرات حاجه اسمها سيلكشن بريشر، اختياريه، تحت ضغط اختياري يعني، بتخلي نوع من الفيروس الصعب التحكم فيه ينتشر بسرعه. واحنا العالم كله بنعيش طبعا في قريه صغيره جدا، فلازم الدول الفقيره والدول الغنيه والدول المتوسطه، كل الدول دي لازم، ده دور بقى ايه منظمات الصحه العالميه والمنظمات الدوليه، احنا لازم نخرج من الازمه دي كلنا مع بعض. احنا مش عايشين في مكان واحد منغلق، احنا كلنا عايشين في مكان واحد. دكتور ضياء، هناك مشكله دلوقتي في اللقاحات، انه بريطانيا حضرتك بتتكلم على 100 مليون، امريكا بتتكلم على 200 مليون جرعه، الصين مش عارف عايزه مليار، روسيا بتنتج الانتاج بتاعها وبتاخد انتاج بتاعها، يعني الدول النهارده الكبيره هي اللي بقت متحكمه النهارده في اللقاحات، وبقت الدول الافريقيه تحديدا مفيش دوله عندنا بدأ التطعيم في الدول الافريقيه. للاسف، ما زي ما قلت لحضرتك، دي مهم جدا اللي احنا لازم نخرج كلنا مع بعض. لو الدول اللي هي اشترت او تعرضت على لقاحات، الدول الاوروبيه وامريكا، خدوا معظم الجرعات وهم يعني يركزوا على الشعوب بتاعتهم بس، اللي هيحصل ان ممكن الفيروس يحصل فيه طفرات صعبه جدا التحكم فيها، تحت حاجه اسمها سيلكشن بريشر ميوتيشنز، بتخلي الفيروس يتحور عشان يعيش اكتر، لانه الكائنات الدقيقه ديت بتحاول انها تهرب من الازمات، انها تحور نفسها بقدر الامكان. فده ممكن لو حصل في دوله افريقيه ممكن يكون يطلع يعني سلاله وحشه جدا ما نقدرش نتحكم فيها. ده دور المجتمع العالمي كله، اللي احنا لازم نخرج من الازمه دي كلها مع بعض. المشكله في اللقاحات زي ما حضرتك قلت هي الانتاج، يعني الانتاج كميه كبيره تكفي العالم كله اللقاح، ده صعب شويه. في شركات زي استرازينيكا عملت مجازفه انها انتجت قبل ما تعلن على انتهاء المراحل الاكلينيكيه الثلاث، وفعلا عندهم جرعات كبيره قوي. في شركات زي فايزر اللقاح بتاعها بينتج في المعمل، فالانتاج بتاعها يكون محدود شويه. دولة زي الصين عندها تكنولوجيا كبيرة، عندها كذا نوع من اللقاح، فعلا استعملت مثلا اللقاحات الموجودة اللي هي ساينوفاك وساينوفارم وكانسينو، دي لقاحات كتيرة جدا في الصين ممكن تكفي الشعب الصيني الكبير، بس برضو بتساعد دول كتير زي مصر والمغرب والإمارات والأردن عدد والبحرين. البحرين برضو رخصت اللي هو الساينوفارم اللي هو اللقاح الصيني. فبس لازم يكون في خطة دولية يا أستاذ أحمد، لأن إحنا لازم كلنا نخرج مع بعض. بريطانيا وأمريكا وفرنسا وأوروبا ومصر والدول العالم كلها، إحنا في قارة صغيرة، إحنا ما نقدرش نطلع دولة لوحديها خارج نطاق هذه الأزمة، والناس كلها والدول الأفريقية تفضل زي ما هي. لازم نعمل خطة شاملة. طبعا دي دور المنظمات الصحة العالمية، وفي منظمة اسمها جافي عملت قمة من حوالي 4 5 شهور طبعا لتوفير اللقاح للناس، الأطفال الدول الأكثر فقرا، دي ممكن إن شاء الله تكون مؤثرة، ولكن يجب التعاون الدولي والعلمي للموضوع دوت احتواء الأزمة. امبارح ألمانيا عملت اللي لسه بنتكلم عليه، إنها تاخد جرعات أكتر من فايزر، وبالتالي تدخلت المفوضية الأوروبية امبارح وقالت لا، الاتحاد الأوروبي كله المفوضية هي اللي هتاخد اللقاحات وهتوزعها على كل الدول الأوروبية. يعني الاتحاد الأوروبي عامل منظومة، بس المنظومة دي مش موجودة في دول أخرى. بالظبط، هو يعني الاتحاد الأوروبي بصراحة دلوقتي، بريطانيا خرجت من الاتحاد الأوروبي حضرتك عارف أول يناير طبعا. بس الاتحاد الأوروبي كان حصل مع بداية أزمة كورونا، حصل حتى نقص في الأدوية البسيطة جدا اللي هي كانت بتصنع في الصين بخصوص يعني. فده أثرت على الاتحاد الأوروبي نفسه. الاتحاد الأوروبي بيحاول إن هو يعمل تنظيم في الأدوية وفي اللقاحات، وطبعا مع ألمانيا مع فرنسا. فرنسا التطعيم فيها كان بادئ بطيء شوية، ممكن يزيد يعني. في دول مثالي إنجلترا هي متقدمه في التطعيمات عن دول اوروبيه كتير لغايه دلوقتي، لان يعني زي ما قلت لحضرتك قبل كده ان بريطانيا حاولت انها تتعاقد مع 3 انواع من اللقاحات عشان تخرج باسرع وقت من الازمه. المفوضيه الاوروبيه طبعا بتتكلم باسم كل الدول الاعضاء بتاعت الاوروبيه، وبتحاول توفر الادويه الاساسيه وطبعا اللقاحات لكل دول الاتحاد الاوروبي. هل الوضع النهارده
في سيناريوهات قادمة في بريطانيا لتجاوز الأعداد 50,000 و60,000 و70,000 كل يوم؟ يعني إيه السيناريو اللي حطاه بريطانيا النهاردة؟ هو لو قارنا حضرتك الموقف الحالي بأبريل الماضي، إحنا حوالي 25% فوق الأعداد، فوق اللي حصلت قبل كده بشهر أبريل اللي فات. طبعا ده متوقع لأن الفيروس الموجود الآن هو في طفرة بتخليه تساعده على الانتشار بنسبة 50% أو 48% على الأقل. التوقعات الأسبوع الجاي ممكن توصل، المنحنى يوصل للقمة، يعني قمة الموجة اللي احنا عايشين فيها دلوقتي ممكن توصل في الأسبوع القادم، تبقى في القمة ويبدأ ينزل، بس النزول مش هيكون يعني بسرعة زي ما كانت في الموجة الأولى، النزول هيكون تدريجي بطيء جدا. المشكلة طبعا تكدسات المستشفيات بحالات كبيرة جدا في الوقت الحالي. في نفس الوقت للأسف في ناس زهقت أو ما بقتش تتعامل مع الأزمة بأهمية إن هي تلبس كمامة وتتبع الإجراءات الاحترازية بالتباعد الاجتماعي والنظافة وغسيل اليدين، دي مهمة جدا. عشان نخرج من هذه الأزمة لازم طبعا أوروبا أو بريطانيا بتعمل خطة لتطعيم أكبر عدد ممكن في الأسبوع، 200,000 لغاية دلوقتي ممكن تزودهم ل 200 مليون في الأسبوع، ولكن الخطة دي لازم تتوازى مع الوعي أو الناس إنها تلتزم بالكمامة والنظافة والتباعد الاجتماعي، ده مهم جدا. ده اللي برضو اللي أعلنت عليه اللي هي منظمة الصحة العالمية، عشان نخرج من الأزمة دي لازم إن احنا نتبع الإجراءات الاحترازية، في نفس الوقت يكون في خطة للتطعيم على نطاق واسع تبدأ في، أتمنى في الدول كلها مع بعض، عشان نغرب إن شاء الله من الأزمة ديت. أرجو إن هي تكون هذا العام قبل الصيف أو على الخريف الجاي بالأكثر. دكتور ضياء الدين كامل بشكرك شكرا جزيلا وكل التحية مرة تانية لحضرتك.